يو السلام عليكم الدراري الدريات، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي يكون رياكشن على واحد التراك يلاه تلاح دابا باقي سخون باقي طري، سميتو ديال دادا، سميتو باطارد العالم، يعني العالم باي برود يان بروديكتور ما كومبوزيتور ما معروفش. دادا نسمعوا التراك، واقع الا ندوزو نتمزكو راه كلاش حليوه. انا نورمالمون ما كنتصنتش للتراك ديال حليوه، مي دادا عاد عاون نتصنت له، وان شاء الله الا يتصنت لها التراك هذا نقدروا ندوزو نسمعوا التراك ديال حليوه، حيت انا ما تصنتش الحليوه. نسمع دابا غير الرد ديال دادا، حيت شفت في لي باج وكذا كيتكلاشاو، مي عاد نشوف هذا ديال دادا ونرجع نشوف انا نشوف الكلاش الثاني عاد ندوز الاول. دادا بطارد العالم نتمزكو نشوفو اللوغو داير دادا احمر كيلحس، شنو كيلحس؟ جوحه هز حمارو وهز الخنجر والحمار كيلحس جوحه. المهم الميتافور كاين الميتافور. سير نتمزكو سير. Yeah. واش كترابي ولا كدير بلو جوب؟ جوج كترابي انال كدير واش كترابي ولا كدير بلو جوب؟ هاد البنش هذا ديجا سمعته عند سميتو البرد، قال المورفين شي حاجه بلو جوب، انت الاخر انت دار بلو جوب. المهم سير كيرهم بجوج كنشد كاع الماش كيدوش العواز كردو ما فيدوش تغازلت لماش بتغازلت اوكي. واحد جوج ما لعبش معانا كلب التوش، جايب البالا وجايب التوب، يا جاي البالا وجايب التوب، زعما راه دادا راه الكفان ديال حليوه. ما دادا فهمتي ما بيف هذا ما عادلش، دادا في ستير وحليوه في ستير، ما فهمتش اصلا حليوه دابا اي واحد يقدر يكلاشيه يقرد اصلا هو مقرد مع عند الله، ولكن حتى هو عنده ما يقول كي كيجبد الصداع تا هو مصغر. دفنا وسط الشوك جاي شوك عينيكم في الارض وانا دايز هاك كامز قوري جينز جينز ماشي بوبا في اوربان بيس انت يا جو حاد الارتيست ناس ميلو ما طيحوش كي لابيس. دابا عاد فهمت، يعني الارتيست هو جوحة وانت جو حاد الارتيست، زعما انت الارتيست هو الحمار وحليوه هو جوحة. عاد فهمت دابا الفيش الميتافور ديال الفيش كما كعطيوش لابيز ضرب كوستار فات ديس خاص كونطابل ديس يا فم جرانا صات البيري بيري لحسو بكاع الطرق يشالط اوليفيري بحال جرانا ماشي الراب مغربي هذا اكاديري غنجي نهز لك زعما راه اكادير فيها راب ديالها بوحدها ولينا خاي دادا قوتي بعض اللقطه واحد النار قلت لهم كلشي كان ميها وعينك بويض انا ركز كمي لحرتوك اخاي دادا في الرجوله وني تحيه لدادا عندكم راب ديالكم في داك تمازيغت اكادير فيها الجو زوين الانسبيراسيون تهبط عليك زوينه ترجلي كونترابو ماسيري كلشي راس اول بلاد ديس يا فم جرانا صات البيري بيري لحسو بكاع الطرق يشالط اوليفيري ماشي الراب مغربي هذا اكاديري غنجي نهز لك رجلي كونترابو ماسيري كلشي دابا ما فهمتش انا الراب هاد المغرب كاملين كيكلاشيو كيقولو نهز لك رجليك فهمتي الكلاش دار غير زعما جبنا ميلا كلاشيتي هي قلتي كان هذا كلاشي وبشي تكنيك اخرى بشي هضره اخرى دائما داخل مدخلين السكس هي زعما هي الحاجه اللي فيها الكلاش هي الحاجه اللي فيها تقدر تقرد بها بنادم ما كاينش شي حاجه اخرى تقرد بها بنادم غير السكس والاعمال الجنسيه طرف مصيري بلاتي الراب مغربي هذا اكاديري غنجي نهز لك رجلي كونترابو مصيري كلشي راه في مصيري بيس براون بادريري ديجا غبرو كي لابريري ما كانش دوش كي بلاك بيري بلاك بيرلي دي ما كانش دي تيو بالك بلاك بيرلي اخي بلاك بيرلي سير ناس يس سير لي بلاك يدي في ام فروم دوك دروب ديال ديلو صداع غنطيحو عليك كي الباطل ناس تيو انا كيعجبني دادا غير بالكاليتي بالرجوله كيشجل عندها كسب كيمتعني بالكاليتي تاع دادا مسخوط كاليتي زوينه ديال الصون بعدا قبل ما نهضروا كاليتي ديال الصون فرقعه و كتحس بداك الشيء فهمتيني زوين
اولدوش بجيت دورو جاك كتنقز فاسك كي جون باز عرفتو السكيلز والبارز وصاف الحاج بانا دايز عينيكم في الارض وانا دايز هاكامز قوري جينز ماشي بوبا في اربان بيس جاي جوحاد الارتيست حليوة جوحاد الارتيست حد الان صافي لازكي الهضرة كتعاود ناس ميلو ما طيحوش كي لابيز نيكو ما كعطيوش لابيز ضرب كوستار فاديز كين دادا وما تجيز قال لك نيكو ما نعطيوش لابيز كنطيرو في الدروبه بحال تشيكي فارا فين ما مشينا فولو فين ما جينا الدمار ما لحسناش الاورو فيك جوحه والحماره غندير لك طياره ما عندهاش المطار ما شتوش الخاطر كاع عرفونا خطر دابا انا ما تمزكتش الديسك ديال حليوه باش نعرف الدماج اللي دالو في هذا الديسك هذا فهمت والله ما تمزكت الحليوه ندير اللي بغى سميتو اللي بغى فيديو واحد اخر ندير رياكشن على حليوه خليها لي في كومونتير ندير رياكشن على حليوه انا دابا نشوف غير الداده واش تقب حليوه ولا حليوه راه تقبونا غير وانني هنا محد الان كيبان لي داده فرح حليوه على ما سمعت ولكن خصني نشوف باش ندير حكم نشوف شنو كاين ارك دوز كي الدبابه ما نخليش الاطار كلشي عارفك بطار زرك كي الافاتار كنحب ديك القواده اللي ما يجيبهاش لازار صافي دغيا ساله هادشي انا ما شبعتش المزيكا دغيا ساله التراك فيه شحال من دقيقة فيه جوج دقائق صافي عطاه كلاش جوج دقائق نطاه هو بالنسبة نبداو بالتكنيك تكنيك نقود لعب بتكنيك ديال دادا اللي كيلعب به ديما كيما العادة بالنسبة طاح مع حليوة حليوة ماشي شي واحد اللي زعما اللي يزيرو فمزيني بحال اللي مثلا كيطيح مثلا كلاس اي مع المورفين ولا شي رابر مع رابر كتلقاهم بجوج بيهم مزيرين ومقودين دادا طاح مع حليوه اللي ساهل فتقدر عندك ما تقول عليه فهمتيني كلشي فهمتيني بزاف ما يتقال عليه تكنيك موم دادا واعر كاليتي ما نهضروش عليها كاليتي مفزعة دادا كيخدم عند اكسبت بروديكتور كي ميكسي مزيان صافي هادشي اللي كاين ليريكس بازيك تقدر اي واحد يقولو زعما ماشي شي حاجه اللي واو كلاش عطاه شي حاجه ميساجات من التحت ولا تحك فيه بشي طريقه تحك فيه بطريقه باينه فهمتي اجي دير لي بلو جوب اجي ستونات فهمتيني نقبط داك الجام ديال تخسر الهضره ديال السكس بازيك كلشي يقدر يقولو مي بالنسبه للفليفر ديال دادا اتس اوكي زوين والفليكس ديال دادا وداك العياقه ديال دادا عجبني في حليوه اللي بغى ندير فيديو على حليوه نشوف الرد ديال حليوه كيفاش كان حيت ما تصنتش الحليوه وما درتش عليه ما عمري فكرت ندخل له حتى شفت هذا البيف هذا عاد دخلت وهذا الشيء اللي كاين في هذا الرياكشن هذه انا عارف درت رياكشن عابطه ماشي شي رياكشن اللي بروفيسيونيل بزاف وحطيت النقط على الحروف بزاف حيت هي دايزه بغيت نزرب عليها درت رياكشن بحال داك الناس اللي كيطلقوا الديسك يبقى يتسنتو شي كيقول لك سات ابونوا معنا العز كان رياكشن زوينه وتهلا المهم اللي عجبته هذا الفيديو هادي هبطيت ابونا معايا وتسنى الرياكشن واحد اخرين ودي فيديو واحد اخرين اللي يكون فيهم فلوغ ويكون فيهم توتوريال على بلاجينز الميكساج وعلى المونتاج وعلى اي حاجه بغيتوها وشكرا لكم على المشاهده ودي دادا كنقول لك كمل من هذا المنبر هذا راك واعر راك كاين وتحليوه راك كاين وخصنا نصنتو الحليوه نشوفو البلان مع حليوه كيفاش داير ومبقى باقي ندير رياكشن مره ماشي ديما الا كان شي بيف ماشي اي تراك غاس ديال السبعات وندير عليه رياكشن ولا اي تراك كيما كندير عليه سينو الا كان شي حاجه نشدو فيها نطلعوها عليها تقدر ما ولا شي بيف اما باش نبقى ندير رياكشن غير على اي تراك تلاح لا ولا كان شي واحد البيف وواقع الردم وكذا حيت انا ما كنقلبش بزاف خوتي صيفطوا لي في هذا الانستغرام اللي تلقاوه في الجنيب وعلمونا بالاخبار وكذا يدرب مغربي باش نبقى ندير لكم بحال هاد اللعيبات هادو تهلاو شكرا على المشاهده ديالكم الله يعاون